السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا، وزي ما عودتكم ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة جديدة وحصرية وجميلة جدا يا بنات، بجد من الوصفات اللذيذة قوي والحلوة قوي اللي ممكن تستخدميها في حياتك للتنحيف، تنحيف البطن والجناب والأجزاء اللي بتكون متراكم فيها الدهون من سنين أو الشحوم من سنين. إن شاء الله بإذن الله بالحباية الجميلة اللي طعمها حلو دي اللي هتفتح نفسك على الأكل، هتخلي بطنك منحوته منحوته وجميله قوي 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 يا بنات، والله العظيم بجد بجد. كملي الفيديو واسمعيه هتعجبك قوي قوي. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتفعلي الجرس للكل علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا حبيبه قلبي ما تنسيش بالله عليكي تعملي لي لايك للفيديو. دلوقتي حبايب قلبي هنبدأ ان احنا نعمل مع بعض الوصفة، واول حاجة في الوصفة بتاعتي هنبدأ نعمل الخطوة الاولى. تمام، الخطوة الاولى، اول حاجة حبايب قلبي هنضيف المكونات بتاعتي في البولة بتاعتي دي، وكلها يا حبايب قلبي مكونات موجودة من البيت، يعني مش هتشتري حاجة من برة، كلها حاجات موجودة من عندك من البيت. معايا اول حاجة واول معلقة معايا وهي الكمون المطحون، الكمون البودر. تمام، الكمون غني عن التعريف للتنحيف، واحلى حاجة فيه يا بنات ان هو بيطرد الغازات من البطن ومهدئ كويس جدا للقولون العصبي. معايا تاني مكون وهو هيكون مشطشط عليكي شوية بس طعمه حلو قوي وفظيع في الحرق، فظيع يا بنات، عليه يعني فعالية رهيبة في حرق الدهون وخاصة دهون البطن، وهو الفلفل الاسود. الفلفل الاسود زي ما انتم شايفين مطحون، هنجيب الفلفل الاسود المطحون وحطينا برضو معلقة مع الكمون بتاعي. تمام، كلها مكونات من مطبخك. تاني مكون معايا وهو الزنجبيل البودر، هنجيب نص معلقة فقط وهنحطها. الزنجبيل غني عن التعريف، كلها مكونات قوية جدا يا بنات، جدا فوق ما تتصوروا. وهناخد نص معلقة بالظبط من القرفة او الدرسين على المكونات بتاعتي، كلها حاجات من بيتك يعني مش مكلفة تماما، الحاجات دي احنا بنستخدمها حبايب قلبي، بنستخدمها في المطبخ بتاعنا. تمام، قلبناهم مع بعض بالشكل ده. تمام، حطينا زي ما قلت لكم معلقة من القرفة ونص معلقة من القرفة ونص معلقة من الزنجبيل، وحطينا معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الكمون. تمام، اخر مكون معايا وهو الكزبرة الناشفة. الكزبرة الناشفة هناخد من الكزبرة الناشفة بتاعتي بالظبط نص معلقة من الكزبرة الناشفة زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. تمام، هننزل عليهم بالخل الابيض اهو، الخل العادي الابيض مش الخل التفاح، يعني متوفر برضو في كل بيت. هننزل عليهم بمعلقة ونص، معلقة ونص من الخل الابيض. تمام، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا 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 لحد ما القوام معايا يتجانسوا تماما مع بعض، المكونات بتاعتي مع الخل الابيض بالشكل ده اهو، ويدونا قوام كريمي. انا ما بقدمش اي وصفة والله العظيم يا بنات الا لما تكون بكون واثقة منها جدا، وان شاء الله بتجيب مفعول هايل جدا ان شاء الله. تمام، زي ما انتم شايفين القوام بقى كريمي خالص اهو. تمام، هنبدأ نعمل ايه؟ اول خطوة التانية هتكون ايه؟ بصوا يا حبايب قلبي، اول حاجة معايا هنا زي ما انتم شايفين كده دي حبة بندورة او حبة طماطم بالشكل ده. طبعا كلنا عارفين البندورة او الطماطم، هنجيب حبة زي ما انتم شايفين كده اهو وهنقسمها على اتنين. تمام، هنبدأ ان احنا نعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا ناخد حبة الطماطم دي وهنبدأ نشيل القلب بتاعها كده اهو لحد ما
تبقى مفتوحه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، تمام. وهنبدا ناخد من المكونات بتاعتي دي، تمام، وهنبدا ان احنا نحشي حبايه الطماطم بالمكونات دي بالشكل ده، وهنبدا ناخد الثانيه برضو وهنبدا ان احنا نحشيها بالمكونات دي ونشيل القلب برضو كده اهو، وهنبدا ان احنا نحط فيها المكونات دي بالشكل ده. طعمها حلو جدا يا بنات، طعمها حلو جدا ومشبعه قوي، يعني مشبعه قوي وجميله جدا. هناخد الحبايه دي قبل النوم، قبل النوم مباشره. ازاي يا مويا هناخدها قبل النوم؟ هقول لك يا حبيبه قلبي. اول حاجه لو اتعشينا نتعشى قبل ما ننام باقل حاجه ساعتين ثلاثه، ما ينفعش ان احنا نتعشى وننام على طول. طبعا انا بالنسبه لي كتجربتي كمايا او استخدمتها ازاي، انا استخدمت حبه الطماطم دي كبديل للعشاء مع نص رغيف عيش سن، يعني ده كبديل للعشاء بتاعي. بس انت لو بتتعشي يبقى معلش ما تناميش على طول، لازم قبليها بساعتين، يعني قبل وجبه قبل النوم بساعتين لازم تكوني واكله، والاكل يكون خفيف، تمام. هتبداي تاخدي النص ده، تمام، نص الطماطمايه دي، وهتبداي تاكليها، ماشي. طعمها على فكره جميل، هي مشطشطه شويه بس طعمها حلو، انا عن نفسي بحب طعمها جدا. هتاكليها قبل ما تنامي على طول، وهتشربي عليها بعديها كوبايتين ميه، كوبايتين ميه كبار هتشربيهم بعديها، علشان ديت بتساعد على ان الوصفة يعني تعمل معاكي مفعول، وكمان تشغل عملية الحرق عندك اثناء النوم، تمام. بعد كده يا حبيبة قلبي النص التاني هناخده على الريق، يبقى نص على الريق ونص نص قبل النوم على طول، والنص على الريق قبل وجبة الفطار بنص ساعة او ساعة، وتمام. ولازم بعد ما تاخديها تشربي كوبايتين مية بعديها على طول، تمام، اذا كان قبل الفطار او اذا كان قبل النوم، تمام. طيب دلوقتي حبايب قلبي، بالنسبه يا حبايب قلبي بقى لباقي المكونات دي هتعملي فيها ايه؟ باقي المكونات دي هتشيليها عندك في الثلاجه، مش هتفسد خالص. هتبداي ان انت تعملي الخطوه الثانيه في الطماطم تاني يوم، يعني انت مثلا عملتي النهارده وتفضل من المكونات اهو هنرميهم، لا مش هنرميهم، هنبدا ان احنا نشيلهم عندنا، او ممكن نعمل كميه ونشيلها ببرطمان في الثلاجه ونبدا ان احنا نستخدمها. من اول 3 ايام هتلاحظي فرق رهيب جدا جدا في نزول بطنك ووزنك، هتلاقي بطنك بقت منحوته، جنابك، الارداف، الاماكن اللي متراكم فيها الهدوء الدهون، وكمان هتلاقي بطنك منحوته. معلش يا بنات انا اذا كنت مرتبكه شويه في الفيديو لان انا تعبانه جدا، بس طبعا ما اقدرش اغيب عنكم في وصفه، لازم اقدم لكم كل جديد يا حبايب قلبي تستفادوا منه. اشوفكم على خير والسلام عليكم.